الموضوع اليوم مزعج جدا. انا ترددت كثير قبل ما اخذ هذا القرار واعمل الفيديو، لانه المشكله انه في كثير ناس رح يشوفوا هالفيديو رح يفكروا انه هن المقصودين، يعني كل واحد حيسمع الفيديو حيفكر انه هو مقصود. انا ما بقصد حدا بهذا الفيديو، انا فقط من اللي عم بسمعه ومن اللي عم نشوفه ومن اللي عم يتداول راكي. طبعا الموضوع هو ليش الرجال العربي عم يخاف من مرته او عم يعمل حساب لمرته كتير بعد ما يوصل لك كندا، وشو الحل؟ لانه عم تصير مشاكل، خير الله. مشاكل بالجمله الحمد لله. هلا طبعا اكيد يلي نقرا قتلي لمرته وقت كان بالبلاد باي بلد عربي، يعني مو كان يضربها يعني، او اللي كان يعيط عليها على الطالعه والنازله ويطلع خلقوا عليها على الطالعه والنازله على اساس هو الذكر تمام الحكي وهي الجاريه اللي ابوه وامه اشتروا له اياها، يعني هيك على نحكي الحق. أنا كان بالمنطق يعني غالبية العرب عندهم المرأة درجة يعني شغلتها تقعد تطبخ وتنفخ وتربي أولاد، وبنرجع من الشغل منعيط عليها وليش الأكل بارد وليش الأكل سخن وليش الأكل مالح وليش، يعني كيف ما تحركنا عم نلاقي سبب تمام الحكي لا نتهجم عليها. طبعا هذا هو أكبر الأسباب أنه المرأة يعني المرأة عم تجي لهون على هاي البلد بتعرف انه لها حق، وبتعرف انه هي اذا اتصلت بالشرطة رح يجوا ياخذوا لها الافندي ويقولوا له 500 متر ما بتقرب على البيت، وفي منه في اقوال اخرى 2 كيلومتر. الحقيقة بدنا نخاطب الرجال هون قبل ما نخاطب النسوان، لانه يعني المشاكل كتير. طبعا هون المرأة كيان، هون المرأة تساوي الرجل أبدا، يعني الرجل يساوي المرأة، ما بدأ اتنين يحكوا فيها. وبالتالي يعني القانون هون ما بيعطيك الحق مثل ما القانون ببلادنا بيعطيك الحق. لما نقولكم شو القانون اللي بيعطيك الحق ببلادنا، القانون هون ما بيعطيك الحق انه يطلع خلقك على مرتك، انه تضربها، انه تضرب ابنك. شو القانون اللي ببلادنا بيعطيه الحق للرجل؟ هو قانون العائلي، قانون الـ قانون الـ 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 الحارة، قانون العادات، قانون التقاليد العادات والتقاليد. هي القوانين هي اللي كانت تعطي الحق للرجل انه يعيط ويخانق، وطبعا ما في مين يحاسبه. والسبب انه اخي دغري يعني اهل البنت ايه ما بدها ترجع مطلع. يعني هي خلاص كني عدي سكتي عدي، خلاص جوزك منيح معلش بتحملي شوي، على كلمة جوزك منيح تتحملي شوي، ومعلش طالع كل الزلمة تعبان بالشغل وعلى ما بعرف شو على ما بعرف شو. المرأة انقهرت، المرأة صارت يعني ملطشة، والسبب هي العادات والتقاليد. طبعا بدنا نقول للرجال اللي عم يجي لهون على هاي البلاد، او اللي اجا ومشي حاله، او اللي اجا وله فترة كمان، طبعا هو عم يجي يسمع انه المرأة اذا اشتكت بينخرب بيته. طيب طالما عم تسمع هاي، ليش ما عم تسمع انه انت تحسن وضعك وعلاقتك بمرتك؟ ليش عم تسمع انه المرأة ممكن تحبسك، وما عم تسمع انه يا اخي انت طول بالك وانت تغير وانت عاملها كإنسان تمام الحكي؟ أحسن مليون مرة من الحبس لك، أحسن مليون مرة من البهدلة. المرأة هون صار عندها استقلالية، البيت للمرأة، المصاري تبع الأولاد بيقولوا لك بدنا حساب المرأة، لأنه بيعرفوا الرجال يا بي، يعني ما نحكي خلاص قانون هون أخي المصاري للمرأة، إلا إذا اتفق الرجال والمرأة وفتحوا حساب مشترك بينزلوا المصاري بحساب الرجال والمرأة. فصار عندها استقلالية، المرأة ما رح تروح حردانة لبيت أهلها وما تلاقي مين يصرف عليها مثلا، أو يحملوها من نية اللقمة اللي حتاكلها، أو أخواتها رح يشغلوها خدامة بالبيت عندهم. صارت فيها تعيش وتعمل كيان كامل ولا أحلى من هيك، وما أنا بحاجة الرجل إذا اضطرت، يعني ما لها بحاجته إذا اضطرت، إذا كان جوزها ظالم.
فأنا برأيي إنه فعلا يعني حتى لو إنك كنت أنت عم تتبع الأسلوب اللي كنت تتبعه ببلادك لليوم أنا برأيي تغيره، لأنه مرتك ما بتعرف على هوا معاملتك شو عم تضمر لك، وهي حقيقة هذا اللي عم نشوفه. هلا صرنا نسمع كتير بحالات طلاق وحالات انفصال وحالات حبس الزوج يشتكوا عليه، المرة متى ما دقت للبوليس لك إذا ما حكيت ما قلت لهم جوزي عم يضربني أو جوزي عم يعيط علي، ما حكيت، بيجوا لك 3-4 بوليس 5 بمترين يا بي، بيعملوا لك هيك من هون هي اللي هون هيك على السجن، لتلاقي كفيل يطالعك يدفع لك 1500 دولار، وبيكتبوك تعهد انه انت ممنوع تقرب عليها، وروح على المحاكم يا بي هون سنتين ثلاثة الله يعلم قديش. اذا عندي حلين، انا مثل ما انا كنت ظالم المرأة وهي كان عندها حل واحد انه تسكت وتبلعها وتضل قاعدة تحت ظلم زوجها، لا انا عندي هون حلين. الحل الاول اني انا حسن معاملتي مع مرتي، واني انا عاملها كبني ادم، واني انا احبها، لانه وقت انت بتحبها لمرتك رح تعاملها كبني ادم، هي ما بدها اثنين يحكوا فيها. يا اما الحل الثاني يا بي على ابو زعبان هون، يعني عنا بوينزرهم شارع ساندويتش ابو زعبان، تعامل انت وياها متى ما حبيتها، بتعاملها معاملة جيدة. لا طبعا بدنا نجي للنسوان، النسوان يعني كمان انتو عطوه فرصة للرجل، وانا بكي جد يعني انا بعرف في كتير نسوان مظلومين وجايين ينتقموا من ازواجهم هون، وانا شفتها بعيني يعني وسمعت عنها ويعني كتير موجودة عم ينتقموا من ازواجهم على معاملتهم لهم بالبلاد. طبعا انا بقول البلاد لانه انا ما بدي احدد اي بلد، لانه كل البلاد نفس الشيء العربية الحمد لله. فاعطيه فرصة واعطيه فرصة تانية واعطيه فرصة ثالثة، معليش فرصة اثنتين ثلاثة، على وعسى انه الله يفرجها وانه تصير علاقتكم جيدة وتعيشوا مع بعض احسن من الانفصال والولاد بقرني والاب بقرني والام بقرني. والزواج لمعلوماتي يكون الزواج ما انه سهل، يعني انت اليوم وقت بتجي بتقولي انا بدي انفصل عن زوجي مو بالسهل حتلاقي عريس هون. هيك هذا اللي لاحظته انا، ما في وحده انفصلت ولقيت العريس ثاني يوم على الباب. ببلادنا يا بي اما بتامن لها جارتها بتامن لها عريس، لك بيروحوا على بيروحوا لهم على عرس بترقص لها شوي، بتجي وحده بتعجب فيها بتاخذها لابنها، بترجع للضرب والقتل والخناق. يعني في حلول، اما هون ما في حلول، هون ما في هذا الشيء. هون يعني يا دوبك تلاقي الوحده منهم بتعرف لها 3-4 عيال عربيه، واذا ما في واحد خرج الجواز اكلنا هوا. يعني كمان مو منطق، لانه المراه بحاجه رجل والرجل بحاجه مراه. حتى انا ما فيني اقول انه الرجال اسهل بالنسبه له هون في حال الانفصال. والله يا جماعه ليكو والله لا انا ماني عم نظر، لكن قسما بالله هي يعني عم نشوف حالات نحن بنزعل. يعني العمليه بتكلفك، شوفوا العمليه بتكلفك انك تحبها لمرتك وانك تحب جوزك بس يا ستي بالحد. والشغله الثانيه اللي كثير مهمه انه لك يا ستي خلاص انسي، انتوا جيتوا على حياه جديده، انتوا جيتوا على بلد جديده وعلى حياه جديده وعلى نظام جديد، طيب حاولوا تنسوا. بعرف قاهرك وضاربك واخته حاكي عليكي وامه بدها تجوزه ويبعث لنا حمى على هالحظ اللي اجانا وهذا الكلام اللي نسعه، بس الحقيقة زوجك اليوم صار يعرف شو ممكن يكون لك تأثير عليه او شو ممكن يصير فيه في حال عمل مشكلة. لهيك عطيه فرصة، لا تكوني ظالمة سلف مثل ما هو ظلمك. يعني العين بالعين والسن بالسن مبدأ غلط أنا برأيي، لا طولي بالك عليه. هلا في شغلات تالتة، طبعا هلا بلشت الرجال تنزل على البلاد، يعني في منهم تجنسوا، في منهم ما بعرف شو بيروحوا بينزلوا على لبنان بفوتوا على هوية وما بعرف شو، وفي منه شيء عم يستنى كمان لم شمل، وفي منه يعني في كتير حالات باعت مرته وولاده لهوني وعم يستنى لم شمل مثلا.
فبتلاقي واحد عم ينزل على البلاد. طبعا هلا الوضع بتعرفوا انتم بالبلاد على الاغلب يعني في كتير نسوان، والله يرحمنا ويرحم الشباب اللي راحت. فالزواج مطروح كتير، عبروا ينرلي جوازي لك يا زلمة شو صاير عليك، لك بتنزل لك مشوار على سوريا. انا سمعت قصة بينزل مشوار على سوريا من ارجوازي، او واحد عم يستنى مرته لتعمل له لمشمل بقوم بيتجوز لبين ما تعمل له لمشمل. لك شو صاير لهم الرجال؟ لك قسما بالله يعني حال يعني حرام. مرة هون ماسك الولاد وتعباني فيهم وا 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 الى اخره، وتروح انت شو تنقر جوازي؟ ايه يا ابي والله انا بدي اقعد سنة ما بقدر اقعد عزابي. هذا كلام يعني كلام غريب. عم تقابل تضحية المرأة بالغدر، او هذا اللي عم ينزل انه انتو شوفوا القصة هي الرهيبة. هو بيعرف انه هون مرته صار الى وضع وصار الى صار امرها بايدها اكتر من اول، بيقوم بينتقم منها بالغيابيا، يعني بغيابيا بيروح بينقر له جوازي اسبوع، بيظلم له هديك اللي قاعد او شهر زمان، بيظلم هديك وبيظلم هي، وعلى اساس انه ما حدا دريان. والمشكلة ثلاث شغلات هدول ما بتخبوا يا بي، يعني جواز ما بيتخبى، بالاخير بده ينكشف، ما في حل. هذا الموضوع انا بعرف كتير ناس، كل واحد ممكن يسمعه يفكر انه انا عم بقصده، لا انا ما عم بقصد اي شخص، لكن انا عم بسمع عن حالات المشاكل والطلاق والخناق والطرد من البيت يعني جد انا شفت رجال هون والله العظيم تبهدلوا. والسبب انه فعلا ما في هذا الحب، وانه هو كان ظالمة وهي ما عم تصبر عليه. يعني انا بعرف احد الحالات ما في اربع خمس يمكن كان له اسبوع 10 ايام بالبلد، هون وقت جابت له الشرطه اللي عم تقول قاعده عم تستنى. يا جماعه الخير بالنهايه اذا في اولاد صدقوني نحن جينا لهي البلد كرمال اولادنا، فوقت احنا عم نجي ناخذ خطوات الانتقام معناتها نحن كذابين، مو جايين مشان اولادنا، نحن جايين مشان انفسنا يعني بكل بساطه. أولادك هن الأهم. أنت بالنهاية أوكي ظالمة ظالمتك، لك يا أخي اتركوا لأولادكم ذكرى طيبة أنه والله معلش أبي وأمي تحملوا بعضهم كرمالنا. بعرف أنه اللي ما أنا حابة جوزة ما رح يأثر عليها هذا الحكي، وبعرف اللي مو طايق مرته ما رح يأثر عليها هذا الحكي، لكن إذا عيلة واحدة سمعوا هالكلام وما عم نطلب منهم شيء غير فقط يحبوا بعض، ينسوا الماضي ويبلشوا من جديد صفحة جديدة. هلا وقت بلشتي صفحة جديدة لقيتي بلش عيط عليك على الطالعة والناس اللي بلا طعمية، أنا بقول لك يعني اسمها 911 ثلاث أرقام يا بي، إذا مد إيده عليك على 911 100%، لأنه خلاص ظلم لازم يوقف. هذا قولا واحدا. في حالات تانية شفناها طبعا في كتير نسوان الى الان ما بيعرفوا انه لهم هاي الحقوق، للمعلومة الحق بانه ممنوع يظلمها جوزها وممنوع يضربها وممنوع يعيط عليها، ولساتها بتخاف من اخواتها يلي بالبلاد. تتصوروا يعني هدول الرجال تحديدا لازم يتقوا الله. يعني أنا بعرف نسوان عم تروح على المدرسة والرجال قاعدين بالبيوت، ليش؟ إذا ما كان بدك تروح على المدرسة لا تروح على المدرسة، طبعا مشان الولفير والقصص. ما بعرف أنا يعني قصص من هالقصص هاي، الرجال ما بده يتعلم إنجليزي ولا بده يقعد ورا المقعد. وفي شريحة من النسوان يلي الله يصلحهم ويهديهم ويخلينا هون إلهي، يعني بتجي المرأة لعندك لك لا تقومية على جوزة، لك لا يعني اوكي فهمية حقوقة بس لا تقومية على جوزة. يا زلمة بتقول المرأة بتجي لهون اول درس بتتعلمه يلي هو البوليس وحقوقها وانه فيها تقلع جوزة، تصير بتمشي مثل الطاووس يا بي. يا جماعة انا يعني مشان الله فكروا بالحب. يعني انتوا عندكم خيارين، لك يحرق اختر حالي عشرة عمر انت وياها 20 25 سنة 15 سنة 10 سنين،
لك فكروا ورجعوا وحبوا بعضكم مرة تانية. بس برجع بقول يعني اذا الرجال بده يغلط فيكي لا ما بحق له، هون لازم يعرف حاله الرجال اخي، هون ممنوع تغلط بمرتك، ممنوع تغلط بمرتك. هلا بيجوا بيقولوا لي اخي والله النسوان المرباية ما بتعمل هيك، ايه النسوان المرباية بتقبل جوزها يضربها؟ يعني شو بيضربها بتسكت له؟ ببهدلها على الطالعة والناس دي بتسكت له؟ لا. فنحن بنيجي بنقول عنه انه مرباي، كل الدنيا مرباي اخي، في ولد ما تربى يعني، والله انا اول مره بسمعي، والله في ناس مرباي في ناس مو مرباي، لا. هي كيف جوزك بيعاملك والطريقه اللي انت تزوجتي فيها والطريقه اللي هو تزوجك فيها والقصص هي. اخر شغله بدي اختم فيها بالنسبه للزواج بهي البلاد، يا جماعه المهر اتقوا الله بالرجال. واحد جاي رفيوجي لهون عايف التكنه تبعه، عايش يا علو الفير يا عم يطالع له 2500 ملطوش بالشهر، 10 و15 ألف دولار مهر، لك والله العظيم جريمة، لك والله العظيم حرام، لك اتقوا الله بهالشباب واتقوا الله بالبنات. يعني نفس الشيء كمان، هي البنت اخي ما بدك تجوزها انت؟ لك لا لك زلمة بتعلموا الخلق بالزايدة بالناقصة، بس مو بدك تفرضوا امورة يعني شو بيروح يسحب من الكريدت كارت يا ابي وبيبلش بمرك بمرك عليه انترست مشان جواز، ولا بيروب الديان، ولا شو بيعمل؟ بنرجع بنقول الزواج بهي البلاد مو مثل بلادنا. اوكي ببلادنا كان يقول لك اخي اذا اخذها برخيص بيرميها، لك اخي مو بيرميها، لا بياخذها برخيص ولا بيرميها ولا شو اسمه. وهون رمي المرأة مو هيك، مو كلمة، ورمي الرجال مو كلمة، قانون كتير بي 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 يعني بهي القصة. ف طروا ايدكم شوي يا بيب المار، ريحونا شوي الله يرضى عليكم، لقد نجوز الشباب يا حريقة الحالة. هذا موضوعنا اليوم، انا بعرف طولت شوي بس كتير مهم وحارق قلبي الحقيقة، يعني انا محروق قلبي مثلي مثل كتير ناس وعم نسمع قصص وحكاية شيء له اول ما له اخر. هذا حبينا نقول لكم اياها اليوم، السلام عليكم.